بسم الله والحمد لله. ربنا اجعلنا أوفياء لدينك، واجعلنا خالصين في عبادتنا إياك، وارض عنا أبد الآباد يا رب العباد. الآن إن شاء الله تعالى سننظر في بعض وجوه علاقة القرآن بطبيعة الرحمن. الطبيعة التي خلقها المولى فيها عناصر لها قيمتها عند الإنسان ورموز تعاوننا على فهم بعض ما أتت به آيات القرآن. مثلا نتناول الآيات هذه اللي في أول سورة البقرة، بعد ما ربي سبحانه وتعالى وصف المتقين وثم أتى على وصف الكافرين، ثم توسعت الآيات في وصف المنافقين. مثلا شو يقول رب؟ ومن الناس، آية 8، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هؤلاء أغلب البشرية عبر التاريخ، خاصة اليوم وصل اللي تسمي نفسها أمة هي خليط وخلطة من المنافقين أعداء الله رب العالمين. أشرك ربي في شأنهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ربي قالك الحقيقة، يا منافق لا إيمان لك، لعبت على حبلي الإيمان والكفر البواع، فسقطت في مقت الله في الدنيا وحربنا لك وبعض مكانك في الدرك الأسفل منه. هيكفيك هذا الإعلام اللي هو لا يذكرك بخير ولو في قليل من الأحيان. أنت منافق، اخترت أسوأ اختيار، فعليك اللعنة إلا أن تتوب إلى الرحمة والسلام.